خلصتوا ايه؟ فاضل لكم ايه؟ نص بلد. احنا بنصور لايف ولا ايه؟ خلصتوا ايه وفاضل لكم ايه؟ احنا خلصنا مش خلصنا. دي فرق كبير. عشان منى تبقى تفرح وانت وهي قاعده على البحر دلوقتي. اللهم حسد يا رب ان شاء الله البحر ينشف يا منى فؤاد. تروح تنزلي الصبح تلاقي البحر نشفان في الساحل. اقوم عشان يبانوا. بصوا الارشيف يا ده طبعا ده للشغالين. وبطء بطيء 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 خالص. ايوه انا عايزه اشوف الكوب اللي عندك ده. الله بس كده اهو. ده الكوب اللي خلصتي؟ اه ده من السابع. ده مصري. انا مصري اليوم. وطبعا ليزا ليزا قايمه بالواجب بتسليهم يا ليزا. ايوه قطعي لهم اللي هما بيعملوا. يا ليزا قطعي لهم اللي هما بيعملوا. ليزا ليزا يا ليزا. طبعا انا لست افضل منهم حالا. انا براجع البروفه النهائيه من الكتاب الطباشير الملون. يعني مش متدلعه ولا حاجه. ماني كان نفسي ان انا اقعد استمتع باي فيلم وهم شغالين وغيظهم. بس لولا بقايا من ضمير يعني. او مش ضمير قوي الحقيقه. هو بس لازم اسلم الكتاب بسرعه عشان يطلع من الهيئه ان شاء الله وهيئه الكتاب. بس ايه بقى عملت لكم شاي؟ مين اللي عمل لكم الشاي ده يا عيال؟ انت استاذ. عندنا لهم شاي بنفسي. شاي بالكافيه. بنفسي. شاي باريسي. والكافيه. ايوه يا هدوء. هي يا دودو ازيك عامله ايه؟ عامله ايه؟ الولاد ده بيعملوا الارشيف وانا بصورهم لايف اهو بفضحهم على الملأ. طب بقول لك ال صوتك طالع دلوقتي. صوتك طالع على الملأ. نتكلم بعد شويه بعد ما اخلص لايف بدل ما تتفضحي ولا حاجه. طب ما تتغديش؟ ها؟ انا كنت هاخد الولاد واغديهم في النادي. مش ماشيين معاد النهارده؟ ايوه ماشي. كنا هنتغدى في النادي في لافوار في النادي. دلوقتي يقول لك ده اعلان. دلوقتي يقول لك اعلان على اعلان على لافوار. تعالي يلا روحي 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 خلصي وخلصي يا بابا. انت عملتي اكل؟ انت طابخه اكل حلو؟ انا عامله لوبيا باللحمه. الله لوبيا باللحمه. يلا يا ولاد هناكل لوبيا باللحمه. طيب ماشي هشوف نخلص ونرتبها. يلا باي باي. طبعا دي هدوء الحوفي عزماني على الغدا زي ما انتم شايفين. مع اني والله كنت ناويه مش انا اعزمكم يا اولاد بس هعزمكم برضه. اعزمهم معايا في النادي على غدا وايس كريم وعامله لهم شاي بايدي. انا صعبان عليا وان انا عامله لهم شاي بايدي. والصبح طب ايه رايك في النسكافيه بتاع الصبح يا مي؟ عملت المي نسكافيه الصبح ولا ما قصرت؟ شايفه بس في برج. وده برج ده برج ايفل جديد. نحط هنا واحد بقى عشان نعمله. بس ليزا طبعا بتقوم بدور قومي في هذا الامر برضو. ليزا بتقطع لهم البلاستيك اللي على المجلات والجرايد وده حلو برضو بتساعدهم. ليزا 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 بتقوم بدور تاريخي في هذا الامر. هي بتشرف الحقيقه بتعمل دور سوبرفايزر يعني. وده بقى كتابي ايه اللي انا براجعه. دعواتكم بقى بكتشف كل ما راجع اكتشف حاجات جديده. يلا دعواتكم يا ايها الاعزاء الرائعون. احنا نخلص ان شاء الله. شكرا ليوسف ليوسف مجدي جميل. شكرا لمي جميله. وشوفكم بخير ان شاء الله بعد ما الارشيف يخلص. باي.